بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب التاسع عشر، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه. قرأنا بالأمس فيه ثلاثة أحاديث، ونكمل الأحاديث الواردة في هذا الباب من الحديث 67 بعد 703,000 بعد طبعة المكنز، لأن العد يختلف من طبعة إلى طبعة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام مسلم في صحيحه يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا، يعني وقت مناسب، يعني حتى صحبته إلى مكة في موسم الحج، فلما كان بمر الظهران، ده موضع في الطريق، ذهب يقضي حاجته فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر، وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله، بالإسناد كده بالتثنية، تتوبا بإيه؟ ألف التثنية، يعني هما اثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه. عدل يعني ايه؟ ترك الطريق ونزل ايه على جانب الطريق، ادي معنى عدل. وعدلت معه بالإداوة، الإداوة اللي هو إناء صغير يوضع فيه ماء يستنجى به ويتوضأ به، يكون مع المسافر، احنا نسميها الوقت المصريين يقول لك عليها زمزمية، المصريين يقولوا عليها، لان احنا اصل المصريين طبيعتهم عمرهم ما يشيلوا مية معهم، لان عايشين عندهم النيل، ما يشيلش ميه الا اذا كان رايح يحج، يعني ما يجيبش ازازه فيها ميه ويبقى ماشي بيها الا اذا كان جاي من الحج وحاطط فيها زمزم. فاي واحد بقى في مصر ماسك ازازه فيها ميه يقول له زمزميه، يسموها زمزميه. فهمت بقى السبب ليه؟ لطبيعه ان اهل مصر ما بيشيلوش ميه معاهم. ليه؟ لان كل حوض النيل كده على فكره، لان الحمد لله ربنا كرمنا وعندنا ميه كتير، لدرجة ممكن واحد يعيش في مصر ويموت 80 سنة ما يتيممش مرة. يعني أنا أعرف راجل عنده 80 سنة
بيقول انا بقالي 80 سنه بصلي عمري ما تيمم، ما اعرفش التيمم ده ازاي، لانه عايش طول عمره جنب النيل هيتيمم ليه؟ فهمت ازاي؟ فايه، فدي من رحمه ربي. يبقى الاداوه المصريين يسموها ايه؟ زمزميه. ها؟ نسبه لزمزم. لان ما يجيش واحد شايل ميه وداخل مصر هيجيب ميه حاطط السقايين الا اذا كان زمزم. فهمت بقى ازاي؟ فسموا اي واحد شايل ميه في مصر يسموه ايه؟ زمزميه على طول. اللي هي سموها في احاديث النبي ايه؟ الاداوه. واضح؟ فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالاداوه فتبرز ثم اتاني فسكبت على يديه فتوضا. يبقى يجوز الاستعانه في الوضوء طالما بغير كبر ولا غرور، خلاص ماشي. يجوز انك انت تستعين في الوضوء وواحد يكب عليك، دي مش من علامات الكبر ولا الغرور ولا حاجه، ولا حتى اسقاط المروءه، عادي يعني. فهمت ازاي؟ فسكبت على يديه فتوضا فقلت يا امير المؤمنين، لها فرصه بقى، هو بقاله سنه عايز يساله سؤال، مش عارف ما بيفضاش سيدنا عمر، فما سد بقى، لها فرصه، قاعد بيوضيه وبيكب عليه وهم لوحدهم، فايه سالوا السؤال ده. فاهم؟ يبقى هنا تتعلم الادب انك انت تتحين الفرصه المناسبه لان تسال الشيخ. تيجي تلاقي الشيخ تعبان وبياكل او نايم او مثلا مفزوع او مستعجل او اي حاجه وتوقفه تكلمه نص ساعه. الرحمه، الرحمه. هو الشيخ ده انسان آلي، ساعات مثلا ندي الدرس 3 ساعات او ساعتين واكون متوضي قبلها مثلا بمده، وخلصت الدرس بقى وتعبان ومرهق والناس عايزين اقعد يسالوني قد الدرس، ابقى انا عايز امشي وعايز ادخل حمام وعايز اروح وتعبان، وكان ده الانسان الالي. واخد بالك؟ حاطين الفيشه والشيخ قال يتكلم كلم كلم، حاطين الفيشه في الكوبس. انسان تعب، شغال طول النهار، ما نامش من امبارح، ما اكلش، ما روحش، ما عمل، كفايه الرحمه. فهمت ازاي؟ فمرة بقى شوف سيدنا عبد الله بن عباس عايز يسأل سؤال، قعد سنة. شوف الأدب. لكن أنت إيه تبقى بتفرق، مش مستحيل. يا دوب السؤال جه في خاطرك دلوقتي، عايز إجابته دلوقتي. فشوف الأدب، يعني لما تقرأ حديث النبي تعرف إزاي الأدب. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن لما تطلب العلم بالأدب تلاقي فيه بركة. لكن لما تطلب العلم بغير أدب مفيش بركة. حتى المعلومة تعرفها وتنساها. فهمت بقى ازاي؟ فنتعلم من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، لان ده كان من جيل ابناء سيدنا عمر، يعني سنه صغير من جيل ابنائه. ما هو سيدنا عبد الله بن عباس ده اتولد ايه؟ اتولد في الشعب. في الشعب بني ابي طالب لما كانوا محاصرين. فهمت ازاي؟ في الحصار الاول، مش في 3 سنين النبي حوصر في شعب، او في 3 سنين دي اتولد سيدنا عبد الله بن عباس. فهمت؟ فيعني كان من دور ابناء سيدنا عمر. ده في جيل ابيه، في جيل ابائه يعني. فهمت ازاي؟ وبالتالي يعني مستني فرصه بس يتحين فرصه كده ويسال. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. يعني سيدنا عمر تعجب بقى، المعلومه دي مش عارفها يا ابن عباس، وانت يعني ايه ترجمان القران. فهمت؟ وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق. سيدنا الإمام الزهري لما سيدنا عمر قال له وعجبا لك يا ابن عباس، فهم منها أن سيدنا عمر كره، يعني أنه سأله علشان هيذكر فيها بنته يعني. لكن أنا ما فهمش الكلام ده، فهم الزهري. ده هو سيدنا عمر تعجب ازاي معلومة زي دي واضحة وكل الناس عارفاها وانت ترجمان القرآن ما تعرفهاش. ادي المعنى. انما مش انه هو ايه كره. سيدنا عمر ما يكرهش، بل بالعكس في الرواية اللي احنا قريناها امبارح قال له ايه؟ ده انا بقالي سنة عايز اسألك يا عمر وانا ما كنتش. قال له: لا تدع امرا تريد ان تسألني فيه الا سألتني. يبقى حب انه يسأله. فهمت؟ يبقى فهم الزهري انه سيدنا عمر كره، ده مش فاهم ايه؟ ماشي. واخد بالك؟ لكن نذكره برضه ليه؟ لان دي دقه المساله.
فليس كل فهم عالم يكون صحيح قبل المناقشة. والإمام الزهري على عينينا عالم كبير، لكن قد يفهم ما لا يفهمه غيره. فهمت ازاي؟ فهنا بيقول لك ايه، قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. ده ايه لما قال له وعجبا لك يا ابن عباس. قال هي حفصة وعائشة. ثم اخذ يسوق الحديث قال، هيحكي له الحكاية من اولها بقى، حديث طويل. قال كنا، ودي ميزة بقى ان هو سأله في وقت هو فاضي، عارف لو سأله في وقت مشغول كان قال له حفصة وعائشة وسابه ومشي وخلصت. لكن شوف اما سأله بقى في وقت الشيخ ايه، هادي ومستريح وقضى حاجته، مش وهو مثلا رايح عايز يقضي حاجته ومحصور، تعال عايز اسالك، طب ما تسيبه اما يقضي حاجته. فهمت ازاي؟ فلازم ايه تعرف ازاي تسال. فلما ساله في وقت مناسب والشيخ خالي البال، قام الشيخ حكى له الموضوع بالتفصيل، قعد يتكلم معاه نص ساعه. فهمت ازاي؟ فحكى له حديث نقعد نقرا فيه ايه يجي 10 دقائق. ادي مزايا انك انت ايه تختار الوقت المناسب. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني كانت قرشيين رجالة ايه، يعني كانوا ايه شخصيتهم قوية على النساء في الزواج، يعني الراجل هو صاحب الكلمة في البيت، مراته ما تناقشوش، صعايدة زي صعايدة مصر كده، واخد بالك ازاي. لما راحوا المدينة، اهل المدينة كانوا ناس عندهم ايه رقة في الطبع، لانهم فلاحين بيزرعوا، واللي بيزرع مراته بتساعده، فطالما مراته بتساعده في شغله يبقى ليها كلمه. فهمت ازاي؟ تناقشوا بقى. وعشان كده المراه لما ابتدت تعمل وتخرج بقى ليها كلمه في البيت. فهمت؟ دي طبيعه الحياه. لكن هم في قريش كانوا تجار يسافروا زوجاتهم في البيوت، فهم اللي عندهم الخبره، هم اللي يتكلموا. الزوجه دي ما تتكلمش خالص، مالهاش دعوه اسكتي. فهمت؟ تيجي تناقش اسكتي، انت ما عندكش خبره، احنا اللي عارفين كل حاجه. انما هناك في المدينه طبيعه حياه مختلفه، بيخرجوا يروحوا يزرعوا ويقطعوا النخل ويروحوا يبيعوا ويتحركوا، ففيها الزراعه والتجاره، ففيها حركه اكثر، وبالتالي المراه بتساهم في هذا الموضوع. وبالتالي المراه طالما ساهمت في الحياه تقوم تساهم في البيت في الراي، يبقى ليها راي في البيت، طبيعه الحياه كده. فلما هاجروا لقوا طبيعه مختلفه في تعامل الرجل مع المراه عند اهل المدينه. سيدنا عمر شاف الحكايه دي، لاحظها يعني. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نسائهم، يعني بتناقشهم بيناقشوهم وممكن كمان يمشوا رأيهم. فهمت ازاي؟ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، احتجوا بقى، فالستات ابتدت ايه تتعلم من بعضها. فتفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، يعني في أطراف المدينة. فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني. الله، بترد عليه، ترد على سيدنا عمر، حاجة شغلانة طبعا. فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل كمان، مش كده وبس، والواحدة منهم كمان ساعات تتقل على النبي كده يوم وليلة، ما ترداش إيه يعني إيه تتبسط معه يعني. فقالت فانطلقت، فدخلت على حفصة، خاف لحسن بنته تكون بتعمل كده مع النبي، فراح دخل جري على طول يسأل حفصة انت بتعملي كده. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة، يعني ما تقلديش عائشة، أنت مش قد عائشة، عائشة النبي بيحبها أكتر، أجمل منك، أصغر منك، خلاص هي بقى تتدلع شوية براحتها، إنما أنت
والله لو النبي لولا انا لكان النبي طلعك. يقول لها كده. قال وكان لي جار من الانصار فكنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وانزل يوما، فياتيني بخبر الوحي وغيره واتيه بمثل ذلك. يعني كانوا بيتبادلوا، هم ساكنين في عوالي المدينه، اطراف المدينه بعيد. فكان سيدنا عمر ينشغل يوم في شغله تجارتي او شيء من هذا، والانصاري ده يروح يحضر يصلي الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان يسمع الوحي، ويجي اليوم اللي بعده بالتبادل، سيدنا عمر يروح والانصاري يشتغل ويخبروا بعض بما سمعوا. كويس؟ ويبقى يجوز هنا ايه؟ الثقه بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد. يبقى الصحابه كانت تعمل بخبر الواحد اهو، علشان ده بنرد على مين؟ على الاحناف اللي هم قال لك ما ناخدش بالحديث الاحاد ونخصص بيه القران المتواتر، لانه الاحاد خبر واحد والمتواتر ده خبر جمع، فما يبقاش نفس. فنيجي نرد على الاحناف في الحته دي نقول اهو سيدنا عمر كان ياخذ بخبر الواحد، واخد بالك؟ طالما صح، طالما صح يبقى خلاص حجه يعني. لان دي نقطه مهمه في الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب ابو حنيفه، الاعتداد بخبر الواحد. وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لتغزونا، وكان في الفتره دي في اشاعه قويه في المدينه ان ايه ملك غسان بيعد الجيوش علشان يجي يغزو المدينه، اشاعه كده مطلعه واضحه. فنزل صاحبي ثم اتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم، قلت ماذا؟ اجاءت غسان؟ يعني جت الحرب يعني جم؟ قال لا بل اعظم من ذلك واطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. يبقى الامر اللي يخص النبي عندهم اهم من غزو المدينه. يبقى النبي عندهم ايه بقى؟ شفت بقى ازاي؟ يعني عندهم النبي ده كل حاجه. ده لو 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 الملك غسان جه غزا المدينه والنبي مستقر حياته وليس فيه يعني اسباب حزن متعلقه به، عندهم اهون من ان النبي يبقى زعلان. فهمت ازاي؟ وتبقى المدينه في امان، ده دليل على ان النبي عندهم اغلى عندهم من انفسهم. فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، أنا كان قلبي حاسس. قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. الحجرة بتاعته هناك، المشروبة دي هتلاقيها غرب المسجد، واخد بالك ازاي؟ عامل له كده زي ما تقول ايه شاليه، حجرة كده منفصلة يطلعوا لها بسلمتين، وكان النبي احيانا يعتزل فيها، يقعد فيها شوية يقابل بعض الضيوف او شيء من هذا، وعاملها برضو خزانة يحط فيها بعض حاجاته اشياء، وكانت ايه موجودة لوحدها ويطلع لها بسلمتين كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساب كل حجرات زوجاته وقعد في الايه في المشروب. ها هو ذا معتزل في هذه المشربة، فأتيت غلاما له أسود الورباح، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، رجع تاني على المسجد، فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، كل الناس قاعدة المدينة كلها بتبكي علشان النبي في مشكلة بينه وبين زوجته. وحتى شوف القرآن لما حصل نزلت سورة كاملة علشان اتنين من زوجات النبي يكلموه في موضوع العسل ومغافير وحاجات، نزلت سورة كاملة سورة التحريم. وقال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، حتى الملائكة في مشكلة خاصة بالنبي، عشان تعرف إن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى انتهيت الى المنبر فجلست فاذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما اجد، ثم اتيت الغلام. هو قاعد معاهم شويه وبعد الاخر مش مستحمل عايز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قام تاني.
ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. حصيرة يعني رمل حصير، يعني حصير خشن، في حصير تلاقيه ناعم وحصير بتبقى خشن، بتبقى عقدته ايه معقودة كده خشن. انتوا طبعا ما شفتوش الحاجات دي. انا صليت في المساجد وانا طفل، ايام ما كانت المساجد تتحط فيها حصير، يعني انا شفتها وانا طفل لحد ما دخلت ثانوي بقت مكت، تغير الحال. لكن احنا حضرنا ايام الحصير، كان الناس ايام اللي بيصلوا في الحصير ده تلاقي علامة الصلاة كده طالعة نص متر قدام البروز، من كتر ما الحصيرة بتأثر تلاقي بيصلي بقاله 40 سنة مثلا تلاقي البتاع طالعة كده كأنها زلومة، واخد بالك؟ كنا نشوف المنظر ده مشهور. دلوقتي خلاص بقينا نصلي عادي وما فيش علامات، ليه بنصلي على حاجات ناعمة. ففي نوع من الحصير بقى رخيص يسموه رمل حصير، ده تلاقي ايه العقدة بتاعته بارزة تقوم توجع قوي في الرجل. فكان النبي بقى نايم على الحصيرة دي، النوع الرديء ده من الحصير مش الناعم يعني. فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه، فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا، فقلت الله أكبر. يبقى الواحد يكبر عند الفرح، ويكبر عند رؤية النار، ويكبر عند رؤية الأعداء، ويكبر عند الصعود، ويكبر في ختام الصلوات، ويكبر قبل النوم، في كل دي أوقات التكبير يعني، ويكبر عند الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام، ويكبر في الأذان، ويكبر في العيدين. فقلت الله أكبر. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. قال له احنا يا رسول الله احنا كنا في قريش قبل ما نيجي المدينة كان حالنا غير كده، كنا رجالة صحيح في البيت، جينا المدينة ستاتنا تعودوا من ستات المدينة بقوا يعلوا صوتهم علينا يا رسول الله. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سيدنا عمر عليه يعني على النبي. فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخر ضحك تاني الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فلما لقى النبي ابتسم مرتين وبتاع قال له استأنس يعني اقعد بقى اكمل كلام يا رسول الله ولا كده كفايه؟ فقلت استأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت راسي في البيت، قعد بقى يتفرج على الحجره، الزار اول مره يزور النبي فيها، فبيشوف ايه اللي فيها دي، يعني ايه الاساس اللي فيها، يبص على النجفه، يبص على كرسي، ولا يبص على ما لقاش حاجه، ما لقاش حاجه في اساس. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، أهبا اللي هي إيه يعني قطع جلد بتعدل الدبخ متعلقة كده من الشرع يعني، أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، يعني موجدته عليهن يعني إيه
غضبه منهن، او عدم رضاه من ايه، من طريقتهن في الالحاح على النفقه، قاعدين يلحوا عليها النفقه. النبي كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وهم عايزين يطبخوا كل يوم وعايزين كل يوم ياكلوا ايه اكل سخن والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز كده، فكانوا طبعا ايه تصعب عليهم الحكايه دي. جرب كده مع مراتك مره، قعدها كده اسبوع واحد بس ما تولعش نار في البيت، وتاكلها ايه كوبايه ميه وشويه تمر، ده هتبلغ عنك البوليس. فكانوا طبعا بالنسبه لهم ايه يعني مشكله. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه، هو عايز يعيش كده صلى الله عليه وسلم، وكان يبقى عنده الاكل وبيعد لي، يجي له واحد يساله يروح مديله الاكل ده ويطوي هو وينوي الصيام. طبعا حقيقه مش كل الناس بالذات الستات، النساء يمكن ما تتحملهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثره الحاحهم عليه على النفقه وتغيير اسلوب حياته زعل منهم، فراح سايب لهم البيوت كلها وراح قعد لهم في المصروبه هناك، وحلف ما يقرب لهمش الشر صلى الله عليه وسلم. من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يبقى دي حتة تانية، دخل في حتة تانية، لكن هي إيه دخل في حتة إيه تانية، يعني حتى عاتبه الله دي حتة تانية، لأن هنا لما حلف نزلت آية التخيير مش عاتبه، بل بالعكس ده ربنا وسع عليه، قال له مش مريحيك، مش مريحيك، لو مش مريحينك خيرهم ومشيهم وانا اجيب لك احسن منهم صلى الله عليه وسلم، مش قايل له كده؟ قال الزوري: فاخبرني عروه عن عائشه قالت: لما مضى 29 ليله دخل علي رسول الله. طبعا ستنا عائشه فرحانه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف الا يقرب نساءه شهرا انه بدا بيها اول ما الشهر خلص، عنده تسعه بس ابتدى بستنا عائشه، تعتز قوي بالحكايه دي ستنا عائشه. لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، يعني كمان أنا بعدهم يوم بيوم لحظة بلحظة. فقال: إن الشهر 29. طلع الشهر ده من حسنهم الحلو 29 يوم مش 30. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية اللي آية التخيير اللي في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أطلقكن وأعطيكم نفقة المتعة، هذه معنى أمتعكن، وأسرحكن سراحا جميلا. يبقى أمتعكن أعطيكم نفقة المتعة وأسرحكن سراحا جميلا، يعني طلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. عايزة بقى تختبرهم ستنا عائشة لحسن يقلدوني، يعني هي مش عايزة رضي الله عنها وأرضاها، صغيرة في السن والزوجات التانيين أكبر منها في السن، وهي كانت معتزة بشخصيتها، فعايزة يعني إيه تبين إنها لا مزية عليهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألوني حقول لهم لم أبعث معنتا. قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما مالت قلوبكما. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، اللي هي المطلقة البائن، فيها خلاف، واحد طلق امرأته طلقة ثالثة. في الطلاق الرجعي وقت العدة السكن والنفقة بالإجماع على الزوج، لو طلق امرأته طلقة الأولى والثانية يعني طلقة رجعية، يجب عليه أن ينفق على زوجته وقت العدة ويسكنها طول المدة، وإن كانت حامل حتى تضع حملها. واضح؟ سهلة؟
طيب نيجي بقى للمطلقة البائن بينونة كبرى، يعني طلقها طلقة الثالثة لا يستطيع أن يردها وهي في عدتها، واضح؟ هل له أن ينفق عليها ويسكنها ولا خلاص لا نفقة ولا سكنة؟ ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب في المسألة دي، في الإيه؟ في المطلقة ثلاثا البائنة بينونة كبرى الحائل، الحائل يعني إيه؟ يعني غير الحامل، عشان تحدد المسألة بس، لأن لو هي حامل، لو المرأة في الطلقة البينونة الكبرى وحامل وجبت النفقة والسكنة حتى تضع حملها، خلاص انتهينا، دي سهلة، فهمت؟ لكن لو مش حامل يسموها حائل، حائل يعني غير حامل، يبقى لو المرأة مطلقة طلقة الثالثة فبانت بينونة كبرى وهي حائل أي غير حامل، هل لها النفقة والسكنة أم لا؟ ثلاث مذاهب، ذهب الأحناف ومن وافقهم أن لها النفقة والسكنة كالرجعية، لأنها مربوطة ما تقدرش تتجوز غيره، فهي محبوسة في عدته، وطالما محبوسة في عدته يبقى ينفق عليها ويسكنها وهيرميها في الشارع، فهمت ازاي؟ ما هو لو رماها في الشارع ما تعرفش حتى تتجوز واحد تاني يأويها، يبقى عليه ان هو يأويها ويسكنها وينفق عليها حتى تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك تكون صالحة ان تتزوج غيره فينفق عليها، لان قد تكون هذه المرأة لا أب لها ولا بيت لها يأويها ولا أخ لها، فطلقها زوجها الطلقة الثالثة ترميها في الشارع، فهمت ازاي؟ فالأحناف قالوا لا، دي محبوسة في عدته، طالما محبوسة في عدته فياخد بالك يبقى عليه النفقة والسكن، انتهينا. ده رأي مين؟ الأحناف. الحنابلة خدوا بحديث اللي احنا هنقراه دلوقتي، لا نفقة ولا سكن، مع السلامة، خلاص لا نفقة ولا سكن، لأنها مش مراته ما يعرفش يردها تاني، هيسكنها فين بقى؟ فهمت ازاي؟ يبقى الحنابلة قالوا ايه؟ ليست لها لا نفقة ولا سكن، عكس الأحناف خالص. الشافعية والمالكية وقفوا في النص، قالوا لها السكنة ولا نفقة لها، يسكنها لكن ما ينفقش عليها، ينفق عليها ليه؟ لو حامل ينفق عليه لأن اللي في بطنها ابنه، فهمت؟ لكن لو مش حامل هينفق عليها ليه؟ هي تسكن صحيح قاعدة في الوكاندا لكن الأكل عليها، فهمت ازاي؟ يبقى رأي المالكية وإيه؟ والشافعية، قالوا لها السكنة دون النفقة. نقرا بقى الكلام، ربنا بيقول اسكنوهن من حيث سكنتم ايه؟ لوجدكم، ما قالش وانفقوا عليهن، قال وانفقوا عليهن حتى يضعن ايه؟ يبقى بمفهوم المخالفة يعني لو لم تكن حاملا لا تنفق عليه، فهمت بقى الشافعية فهموا ازاي من الآية؟ مش الآية كده؟ وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لكن قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يبقى السكنة ثابتة. وبعدين وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني لو كانت حائل لا نفقة بمفهوم المخالفة. فهمت ما فهم الشافعية؟ فهمت يا أستاذ فهم الشافعية؟ الأحناف قالوا ما هي طالما سكنت ومحبوسة عندك هتسيبها من غير أكل. هو أنت مفيش مروءة؟ مفيش رجولة؟ من المروءة يا أخي تأكلها يا أخي، ما أنت مقعدها عندك لوكاندا بمطعم، فاهم؟ الشافعي قال لك لا لوكاندا بس، مفيش مطعم عندنا، فاهم؟ لو حامل لكن مش ده، مش ده، ده الشافعية من باب الوجوب، لكن من باب الاستحباب ينفق عليها، خد بالك، يعني من باب الاستحباب وحسن العشرة ينفق عليها على جميع المذاهب، لأن حسن العشرة مطلوبة. احنا بنتكلم على ايه؟ على الوجوب مش على الاستحباب، الكلام كله على ايه؟ على الوجوب. لكن من حسن العشرة انك تسكنها وتأكلها وتشربها وكل حاجة لحد ما تتجوز كمان غيرك، شوف قد ايه، لان من حسن العشرة كده مطلوب. فهنشوف بقى الحديث ده اللي هو دليل الحنابلة لا سكنة ولا نفق، فهمت ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة،
البتة يعني الطلقة التالتة. وعشان كده المصريين يقول لك التالتة تبتة. يعني الطلقة التالتة تبتة. فهمت ازاي؟ فبقت في كل حاجة. حتى وانت بتشتري حاجة يقول لك التالتة تبتة. طب وده بشتري وانا بتجوز. لكن بقت عادة عند المصريين يقول لك على طول التالتة تبتة. فهمت ازاي؟ لأن ثقافة المصريين ثقافة أزهرية. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه طول عمرهم أولادهم في الأزهر وأبنائهم وأحفادهم وآبائهم في الأزهر، فبقت أصبحت ثقافتهم أزهرية. أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. جوزها طلقها وكان غائب. يبقى يجوز الطلاق مع الغياب. فهمت؟ غيابي يعني. وبعدين مش كده وبس، وارسل وكيله يعني سكرتير اعماله بشويه ايه شعير، قال له ادوها لها تاكل منهم لحد ما ايه تنقضي عدتها. فاطمه بنت قيس كانت شخصيتها قويه، قال له ايه شعير ده وانا فرخه؟ اجري يا جدع، مش عايز ده، مش عاجبها. فهمت؟ ما عجبهاش. ايه هو هيربي فراخ ده ولا ايه؟ فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته، يعني ما عجبهوش ردته. يبقى يجوز الوكاله في النفق. فهمت ازاي؟ كل دي حاجات احكام تاخد بالك منها. فقال والله ما لك علينا من شيء، ادام انت بقى مش عاجبك الاكل بتاعنا، طب والله ما لك حاجه عندي. يبقى ايه؟ ما رضاش ينفق عليه. وكمان السكنة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، لأنك أنت رديتيها له. فهمت إزاي؟ أنت اللي أبيتيها، هي دي إمكانياته، يأكلك شعير. أنت عايزة كل يوم لحمة، هو إمكانياته يأكلك شعير كل يوم، خلاص خدي إمكانياته. فهمت إزاي؟ مش عاجبك خلاص مالكيش نفقة، لأنك هتكلفيه فوق طاقته. فهمت؟ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. الحنابله قالوا ايه؟ النبي قال لها لا شيء عليك، يبقى ملهاش نفقه. فهمت ازاي؟ ادي بقى مذهب الحنابله، جابوه من هنا. فالحنابله قالوا يبقى ملهاش نفقه. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك، وبعدين امرها كمان ان ما لهاش ليها سكنه. ما لها سيب البيت كمان اللي انت قاعده فيه واقعدي في بيت ام شريك. يبقى لا نفقه ولا سكنه. ادي مذهب الحنابله. فهمت ازاي بقى؟ طب الشافعيه قالوا ايه؟ اللي هم اثبتوا السكنة وما قالوش لها نفقة. قالوا ما لهاش نفقة لأن إيه؟ بدليل الآية مش بدليل الحديث. وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني معناه لو لم يكن حوامل لا نفقة عليهن بدليل الآية. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها اخرجي ملكي السكنة، قالوا لأن فاطمة بنت قيس دي كانت بتتخانق مع أحمائها ولسانها صليط، وشوية بيتخانقوا معاها وتشتمهم ويشتموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان يمنعها من الشغلانة دي قال لها اعتزلي بقى ابعدي. يبقى النبي لما منعها من السكنة منعها عقوبة لها أو حماية لها من أحمائها. فهمت ازاي؟ فيبقى فهموا ايه الشافعي. طب وليه ما قالش لا نفقة لك؟ قال لأنها ايه؟ أولا لم تكن حاملا، بدليل مفهوم الآية، مفهوم المخالفة من الآية. فهمت ازاي؟ طب والأحناف فهموا الحديث ازاي؟ قال لك النبي قال لا نفقة لك لأنها رفضت النفقة فتنازلت عن حقها. فهمت بقى ازاي؟ تنازلت عن حقها. والسكنة لغاها لأنها كانت تتطاول على أحمائها. فهمت ازاي؟ فالحديث الواحد شوف يطلع منه ثلاث مذاهب وحادثة واحدة. فلازم لما تيجي تقرا الحديث يكون عندك ساعه فهم، شوف كل فقيه نظر اليه من جهه. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك، ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي. ده بيزورها كتير، لان ام شريك كانت امراه صالحه عالمه، فكان الصحابه يروحوا يقعدوا عندها يشربوا شويه حاجات ويتناقشوا في بعض الامور العلميه او يذكروا الله او شيء من هذا، يبقى يجوز زياره ايه؟ اهل الفضليات من اهل الفضل من النساء. يجوز اهو. ام شريك بيتها عامله صالون ثقافي عندها في بيتها.
يسموه دلوقتي ايه؟ صالون ثقافي، يجتمع فيها فضلاء الصحابه ويقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا، وتقدم لهم ايه بعض الطعام وهي تناقشهم كمان. فلما ايه وفاطمه بنت قيس شابه، بعد ما قال لها روحي اقعدي عند ام شريك، تذكر النبي ان ام شريك عامله صالون ثقافي وعندها الصحابه رايحين جايين، فهتبقى ايه قد تتعرض ان الرجال يرى ينظرون اليها، وهتبقى قاعده محرجه طول النهار، بقى قاعده محجبه، هتبقى قاعده صعبه. فهمت ازاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه غير رايه، قال لها ما تروحيش لام شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم ده قريبها من عيلتها وأعمى، قال لها خلاص وعايش لوحده، قال لها خلاص اقعدي بقى عند ابن أم مكتوم، هو عنده حجرة فاضية ملحقة ببيته تقعدي فيها مفيش مشكلة، هو راجل أعمى تاخدي راحتك شوية. مش معنى كده إن يجوز للمرأة أن تنظر للأعمى، لا، هي مأمورة بغض الطرف عن الرجال. فهمت ازاي؟ بس فالامر ده ماشي، لان في بعض العلماء قال لك اه ما يبقى يجوز المرأة انها ايه انها تنظر للرجل والرجل لا ينظر لها، قالوا لا، ده الايه بتقول وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن، فالامر ماشي. اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك، يعني ثياب الايه الحجاب بتاعها، يعني ممكن تقعد شعرها باين، تقعد تبقى قاعده مستريحه في بيتها شويه، فإذا حللت فآذنيني، لما تمر العدة بتاعتي إيه آذنيني يعني أخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، إما دائم السفر أو درب للنساء، والراجح أنه درب للنساء، لأن في رواية تانية إن أبا جهم درب للنساء، يبقى يعني بيضرب ستاته بالعصاية، واخد بالك؟ ده مش هتنبسطي معاه، وهي عصبية، فاطمة بنت قيس كانت عصبية، يعني كانت ايه امرأة كده ليها شخصية، واخد بالك؟ هتروح كمان يضربها بتاع، هتروح ماسكة العصاية تضربه بقى، هيبقى قتيل بقى، فهمت؟ خناق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها، قال لا لا، ده راجل درب النساء، ابعدي عنه، ده مش هتستحمليه ده. فالنبي ايه برضه درى شخصيتها صلى الله عليه وسلم، مش مناسبة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ويبقى يجوز إيه الكناية هنا إن هو إيه كنا عن إيه عن عادته، ما قالش يعني إيه بسهولة، يعني قالها بطريقة لطيفة يعني. وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، صعلوك يعني ملوش وظيفة ولا مرتب ثابت ولا دخل، وعايش على أموال أبو سفيان، وأبو سفيان أبوه بخيل كمان، يعني هتروح هناك مش هتلاقي اللضا، واخد ده انت شويه الشعير اللي ما عجبوكيش مش هتلاقيهم مع معاويه. واما معاويه فصعلوك لا مال له، انكحي اسامه بن زيد، اختار لها بقى المناسب. سيدنا اسامه هادئ الطبع لطيف، هي عصبيه كده، سيدنا اسامه بقى كده ايه ترانكلايزر، يعني واخد مهدئ، فايه تقوم الحكايه تمشي، تقوم الحياة تمشي، مش تتجوز واحدة واحد عصبي يتجوز واحدة عصبية، الله نجيب المطافي بعد كده نطفي، ما ينفعش. فده يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يحسن الاختيار. طبعا أسامة ايه اسود، مولى اسود، لونه كان لون ام ايه، لكن كان طبعه جميل، النبي مربيه وعارفه وحبه ويحبه. فهمت ازاي؟ هي طبعا في الاول يكشت ايه بقى اتجوز انا الاسود ده، فهمت ازاي؟ بقى جاي لي معاويه وجيه، وابو جهم راجل وجيه كده وراجل بتاع ترحال وسفر، وبعدين يقول لي خدي الاسود ده. لكن شفت بقى الصحابيات والصحابه كانوا يحبوا نصح النبي حتى ولو مخالف في الظاهر لما يرونه. انكحي اسامه ابن زيد فكرهته. اه كرهته ليه؟ لانه مولى واسود ومش وجيه من الوجهاء يعني المشهورين في ايه في الناس دول. ده التاني وجيه كثير الترحال والسفر والتجارة، ومعاوية ابو ابو سفيان عظيم قريش يعني برضو وجاهة، فهمت ازاي؟ يقوم يقول لي اسامة، فهمت؟ قال لي سبب ان هي كرهته، فكرهته. ثم قال انكحوا اسامة، كرر لها تاني بقى، بنصحي بقول لك انكحوا هتندمي.
فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به، سعدت معه يعني. ارتبطت به يعني سعدت معه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، يعني نفقة دون يعني نفقة حقيرة يعني إيه قليلة يعني. فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. شفت بقى مذهب الحنابلة؟ فهمت مذهب الحنابلة؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، فانتقلي فذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، عشان كده أرسل وكيله لأنه كان هو مسافر. فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة، لأنها كانت سليطة اللسان عليهم تشتمهم وهم يشتموها وكده يعني. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. خالد بن الوليد بن المغيرة وهو حفص بن المغيرة، فهمت ازاي؟ فعمه. فجاء بقى سيدنا خالد يشوف المشكلة دي ايه، حاجة متعلقة بالعيلة بتاعته. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة، وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، يعني ما توافقيش على حد يتزوجك إلا ما تاخدي رأيي، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلق إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارث. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة، واقتصت الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتين بنفسك. وعن أبي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى بيت أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيته. مروان بن الحكم كان حاكم على المدينة وجاله بالخبر ده، وكان يرى أن لها السكنة، فقال إيه ده أنا ما وافقش أن المطلقة
البائنة تترك بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، لا يسلك. فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. يعني ستنا عائشة قالت يا فاطمة ده لها السكنة، أنت اللي فهمتي غلط، ده النبي لما خرجك عشان أنت كنت بتتخانقي مع حمائك. فهمت إزاي؟ ستنا فاطمة بنت قيس تصورت أن ليست لها السكنة لأن النبي خرجها، لأن تملي الواحد ما بقاش عارف إيه المشكلة بتاعته، لكن النبي خرجها ليه؟ علشان كانت سليطة اللسان على أحمائها، والأحمائها كمان كانوا إيه مش مبسوطين منها، فإزاي تعيش معاهم وتأمن على نفسها؟ فهمت إزاي؟ فالنبي علشان إيه يحميها من لسانها ومن إيه ومن أحمائها، فإيه عزلها. أدي الحكاية، فليست حكما مستقرا يعني، عشان كده سيدنا عائشة أنكرت عليه إن ده مش حكم مستقر، فهمت؟ يعني أنكرت الفهم بتاعها. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال لنفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. يعني قال أنا مش هترك أنا إيه الحكم المستقر أن لها السكنة، واخد بالك، وليست لها النفقة، وهو مستمد من الآية على خبر من امرأة قد إيه قد تخطئ. فهمت إزاي؟ ده كلام مروان وهو حاكم في المدينة بعد كده. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة يعني بكتاب الله يعني التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى النبي أخرجها بسبب أنها جاءت بفاحشة، الفاحشة اللي هي سلاطة اللسان، بذاءة اللسان، النشوز. فهمت ازاي؟ قالت هذا لمن كانت له مراجعة، يعني لو كانت رجعية يعني، فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ يبقى كان يرى أن طالما حبستها تبقى إيه؟ تبقى تنفق عليه، ما حبستهاش ملاش السكنة يبقى ملاش النفق. فهمت؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس
فأتحفتنا برتب ابن طاب. رتب ابن طاب ده من الرتب اللي ايه يعني من افخم انواع الرتب يعني ايه في المدينة. يعني المدينة فيها 120 نوع تمر، المدينة لوحدها فيها 120 نوع تمر. رتب ابن طاب ده يعني من اعلاها يعني. وسقطنا سويق سلت، سويق سلت، السلت اللي هو الشعير الابيض الذي لا قشرة له، يعني ده نوع كده برضو ايه راقي يعني من الاكل. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. ونقف على هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.